شباب الريف الحسيمي وقف حجر عثرة في طريق الجيش الملكي. الأخير انتقل إلى الحسيمة وكله أمل في تحقيق الفوز الثاني والخروج من دائرة سلبية نتائجه، لكن الأمر لم يتأتى وكانت الخسارة بهدفين لواحد. التقدم كان لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 بواسطة اللاعب الوسط ياسين كارين. الهدف سيضاعف عند مطلع الشوط الثاني، والموقع كان ياسين كارين نفسه مسجلا ثالث أهدافه في هذا الموسم. الخسارة الرابعة للعسكريين خفف من حدتها بتقليص فارق الأهداف في الدقيقة 73 بأول هدف لعبد السلام بن جلون رفقة الجيش. الفوز الثاني للريفانيوس وضعهم في المركز 12 بثمان نقاط، فيما الجيش في المركز ما قبل الأخير بست. الحمد لله توفقنا فزنا بثلاثة نقاط اللي غادي يخليونا غادي نسيروا ما تبقى من البطولة في واحد الأريحية كبيرة، وفريق الجيش كيبقى فريق كبير والحمد لله على هذا الانتصار. كنتمنى ان الجهود تجي تضافر، ان اللاعبين يبقاو في ذاك ليطا ديال الاسبري دو جروب باش اننا نحاولوا نجتازوا هذا الموقف اللي احنا فيه.